ما هو معنى التقوى؟ التقوى في كلمة واحدة ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. الله تعالى نهانا عن الغيبة، لا نكون في مكان يؤكل فيه لحم أخينا المؤمن. الله تعالى نهانا عن النظر إلى الأجنبيات، لا يرانا الله سبحانه وتعالى ونحن ننظر إلى فتاة أجنبية لا تحل لنا. ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. هل هذا الشيء ممكن؟ هذه أمنيتنا، كل واحد منا يحب أن يكون متقيا، حتى الذي لا تقوى له يحب المتقي، ينظر بإكبار إلى المتقين. كل واحد منا يحب في يوم من الأيام أن يكون متقيا. هل هذا شيء ممكن؟ أن لا يفعل العبد ذنبا واحد، وأن لا يترك واجبا واحدا، هذا ممكن؟ العلماء يقولون أدل دليل على الإمكان الوقوع في الخارج. هنالك أفراد مثلنا، هؤلاء لم يذنبوا. هنالك قضية تنقل عن الشريف الرضي والشريف المرتضى، كان عندهم ميراث من أبوهم، وهذا الميراث ما كان يمكن تقسيمه، فإما أن يعطى للرضي وإما أن يعطى للمرتضى. الشريف المرتضى قال: هذا الميراث لمن لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الشريف المرتضى لم يذنب حتى ذنب واحد في حياته. هذا مو حجة علينا يوم القيامة؟ لعلنا في اليوم الواحد، بعضنا البعيدين، لعلنا في اليوم الواحد نرتكب عشرات الذنوب والعياذ بالله. الشريف المرتضى لم يفعل ولا ذنبا واحدا. الشريف الرضي قال له: هذا الميراث لمن لم يفكر في حياته في ذنب أبدا. يعني أنا مو فقط ما أذنبت، وإنما حتى ما فكرت في الذنب. فقال الشريف المرتضى: المال لك. المال كتاب كان أو شيء آخر. يوم القيامة يجيبون الشريف المرتضى الذي لم يذنب، ويجيبون الشريف الرضي اللي ما فكر في الذنب، ويجيبونه إلنا. إذا واحد في ذمته أشياء، حقوق لله تعالى،
حقوق للمجتمع الآن ممكن بعدين ما يمكن. أحد علمائنا رأى في عالم الرؤيا الشيخ البهائي، الشيخ البهائي معروف، فقال الشيخ البهائي لهذا العالم: لماذا لا تكتب كتابا في فضائل أهل البيت أو في شرح أحاديث أهل البيت؟ هذا العالم كان تلميذ الشيخ البهائي، فقال له: شيخنا، هذا شغلك مو شغلي، أنت أعلم مني، أنت أقدر مني، أنت أولى مني، هذا شغلك. الشيخ البهائي في ذاك الوقت كان قد توفي، فقال له الشيخ البهائي: أما أنا فقد انقضى أجلي، أنا انتهيت، بعد ما أتمكن. إحنا كلنا ما بتعارف، هذا اللحظة، في لحظة واحدة ننتهي، مرة واحدة والعياذ بالله، واحد يموت بجلطة في المخ وينتهي، بجلطة في القلب وينتهي. إنك ميت وإنهم ميتون. الآن ما دمنا في هذه الحياة نتمكن ندارك. إذا شاب في أيام شبابه فاتته فرائض، الآن يقضي. إذا واحد عليه حقوق الله تعالى أو حقوق المجتمع، الله تعالى مي يترك حق المجتمع، حق المجتمع الله لا يتركه. عندنا في الأحاديث: يوم القيامة يؤتى بالشاة القرناء والشاة الجماء. إذا شاة قرناء نطحت شاة جماء لا قرون لها ظلما، الله حتى هذا الظلم لا يتركه. يؤتى بالشاة الجماء وتنبت لها قرون فتنطح الشاة القرناء. إذا واحد في ذمته حقوق لله تعالى، حقوق للمجتمع، بعض الأفراد ظلموا زوجتهم، بعض الأفراد مهر زوجتهم ما معطي، الآن وقته. واحد بالليل عندما ينام، ينام مرتاح البال والضمير، لأن المؤمن وجدانه يأنبه: لماذا عملت هذا العمل؟ أما إذا أديتم ما عليكم، أدينا ما علينا، ننام بالليل مرتاحين. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.